السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم بعدنا مع موضوع الـ Init Addresses. طبعا اليوم راح ناخذ مثال جدا بسيط جدا 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 بسيط لكن جدا مهم. يعني صح هو بسيط، وش قد ما تقول بسيط يعني قديش ما تقول هذا البرنامج بسيط أو هذا الكود بسيط، بنفس بساطة هي مهمة جدا للمبرمجين، لأن بتعمل مشاكل كبيرة لكثير مهندسين شبكات، خصوصا إذا كانوا يريدون يتعاملون في الداتا أو يحولون الشكل شيب من هذا الداتا من CSV يحولوها إلى XML، من XML يحولوها الوورد، من وورد يحولوها إلى عفوا إلى أكسل، أكسس، MySQL، فيواجهون مشكلة الأرقام، إنه الأرقام ممكن تتحول يعني بشكل فورمات معين، يعني من ويندوز للينكس كبلاتفورم، وأيضا مشكلة إنه من يريد يتحول من مثلا دي يحول المعلومات مالته من إكسل إلى أكسس أو من أكسس إلى ماي إس كيو إل أو إس كيو إل سيرفر وات إيفر كان نوع الداتابيز اللي هو يستخدمه أو إكس إم إل. فاليوم مثالنا بسيط جدا، كل اللي راح نعمله نحتاج إلى إنت أدرس ADDR يساوي لنا init address. Init address dot get name. بعد ذلك نكتب الهوست. For example, host هيكون www.facebook.com. جميل جدا. بعد ذلك شو راح نعمل؟ راح نعزم سيستم اوت. طبعا دائما اكثر شيء بالتطبيقات اللي احنا بدنا نستخدم سيستم اوت في مجال التطوير. يعني انت ممكن تعملها سيستم اوت، اوكي عجبك تعملها سيستم اوت، تريد تمشيها ككونسول. يعني لو تلاحظون كثير اكو برامج، اغلب البرامج مال هاكينج اختراقات دائما بالكونسول، ما يستخدمون الواجهات الرسوميه، فلهذا تلقى بيها سيستم اوت كثيره او برنت كثيره اذا كانت بالبايثون او بال بيرل. اوكي فدائما يستخدمون الكونسول، اوكي ما يستخدمون واجهة الرسوميه، لان هم ما يهتمون بالقشره، وما اكثر شيء يهتمون بمحتوى محتوى البروجرام الاسطر البرمجيه. فنجي نعمل لها سيستم اوت. يعني اذا كنت تشتغل انت بواجهه رسوميه القصد ما تحتاج الى سيستم اوت. برنت لاين، وهنا نجي نكتب مثلا ال ADD سوري هذا خليتها string addr dot. لاحظ ممكن أنا أجي أحولها إلى شنو؟ to string. أتصور بعضكم أخذ الفكرة وعرف الفكرة هي شنو. طبعا لما تعمل run للابليكيشن، هسا أقول لك الفكرة هي شنو. تعمل run للابليكيشن تلاحظ أنه ظهر عندك ظهر عندك www.facebook.com، وبعد ذلك أعطالك الاي بي الخاص بموقع فيسبوك. الفكره من هذا شنو؟ يعني شنو هذا فائدته؟ انا ليش دا احولها الى تو سترينج؟ طبعا ممكن استخدامها، يعني ممكن تعيين متغير وهذا الشيء مصعب عليك، ممكن تعيين متغير وهذا المتغير تخلي في داخله اي دي دي ار تو سترينج، بعد ذلك تجي تستخدمها في سيستم اوت. فائدة من عندها تحويلها إلى 2 string، من تحول الأرقام إلى 2 string هذا يتعامل على أساس أنه هو string وليس رقم. الفكرة من عندها كثير البرامج، طبعا جافا اللي يميزها أنه أنت ممكن تحول الأرقام إلى string. صح في برامج يحولك الأرقام بس مو كل الأنواع. string في الجافا شيء كبير جدا، يعني هو الوحيد اللي يتميز أنه أعطى full option. يعني في الجافا string عظيمة جدا، ليست مثل باقي اللغات. string جدا عظيمة في الجافا، وعظمتها تجي تكمن بأنه تدعم كل الفورمات. فأنت من تجي تحول من مثلا هاي الفكرة اللي كنت أعطيك إياها بالبداية، من تحول من Excel إلى XML أو من XML تحول إلى Excel أو CSV، يعني أنت عندك هذه الIPات وهاي الأسماء أنت تخزنها في database. أوكي عندك analyze أحد مثلا المانجر مالتك أو مسؤولك IT سألك قال لك أنا أريد كل موقع مع الIP مالته، انت خزنته، يعني سويت ابلكيشن، بعد ذلك انت تعمل عن طريق مكاتب الاي او تخزنها على شكل XML، تخزنها على شكل تكست، وات ايفر كان الفورمات اللي تريد تخزنها. بمجرد ما خزنتها بذاك الفورمات، ممكن حسب الاوبريشن سيستم اللي تستخدمه انت، ويندوز لينكس ماك،
من تيجي تفتح ال XML بدها تحولها الى مثلا جبت برنامج تحويل، جيت حولت من XML حولتها الى اكسل، او من او انت الاوتبوت مالتك كان اكسل وتريد تحولها الى MySQL. الارقام جدا حساسه، لانه ليش؟ الارقام ما تتعامل مثل السترينج في داخل البرامج والانظمه. الارقام ممكن تنحسب بشكل خاص في في نظام لينكس، هذا ممكن لينكس يشوفها بشكل، ويندوز يشوفها بشكل، ماك يشوفها بشكل، وممكن يشوفوها كلتهم بنفس الشكل. هاي هي الفكره. زين، الاكسل ممكن يكتب لك اياها بهذا الترتيب، لكن متحولها للاكسس ممكن اكو بعضكم ملاحظين هذا الشيء، الارقام تتغير او تتخربط، خصوصا التاريخ. يعني مثلا من تجي تحولها الى تكست او فورمات او فتشي، اذا جماعه الاكسل اكيد راح يعرفون الفكره مالتي، وجماعه اللي مشتغلين في الداتابيز، تلاحظ انه الارقام تتخربط، تصير خربطه في الارقام. فهنا ممكن تحولها الى سترينج. من تحولها الى سترينج، التكست هذا، هذا الارقام تحول الى سترينج، خلاص ما راح يعامله على اساس الرقم. ففي هذه الحاله خصوصا بالسبنيت، مثلا سبنيت ماسك، اوكي سبنيت ماسك ممكن ما يطلع على شكل اي بي، يطلع لك على شكل رقم مثلا 24، اوكي 24 و255 255 255 0، اوكي او 31. فهاي الارقام يعني انت مثلا تريد 2 دي ان اس في خانه واحده، فمن تيجي تقول له 31 مع مثلا 24 دي ان اس، اوكي ممكن راح يجمعهم الاكسل، او اكسس ممكن يعتبرهم رقم واحد، يقول لك 31 24، بعد ذلك لما تسوي كالكوليشن يطلع لك اخطاء. متحولها الى سترينج، لا تتعامل على اساس التكست، خلاص هذا تحول الى سترينج انتهى، فما يستطيع يجمعها ولا يستطيع انه يضيفها، يعاملها على اساس انه هي سترينج. بعد ذلك ممكن انت في برامج خاصه ايضا دروس احنا شرحناها في جافا، ترجع مره اخرى خلينا نقول بتحولها من سترينج الى نومريك. لهنا نوصل لنهايه الدرس، ان شاء الله تكون الفكره وضحت، ونقول لكم مع السلامه.